قول لي يا انا حاج، هداري انت عليك خليك معايا. بتشتغل هنا في محطة السكة الحديد؟ شغال في المحطة. ومرتبك كام في الشهر؟ ما باخدش حاجة والله. يعني ما بتاخدش مرتب؟ ولا مرتب ولا أي حاجة. أمال أنت شغال ليه يعني؟ هو بشتغل بالعافية للبيع، يعني المؤاخذة بتشتغل إحنا ورزقنا. ودي مرة المحطة ما وقفت، المؤاخذة فينا ناس باعت عفش بيت عشان تاكل هي عيالها. مفيش معاشات. أنت شغال بالتبس يعني؟ التعيين بتاعنا زي تعيين المدير بالظبط، بس بدون مستحقات. يعني كاتبين على الجواب بتاع التعيين كده، واخدين شهاده الجيش، شهاده الميلاد، والفيش والتشغيل وكله، تحريات وكله، ولا في ابيض ولا اسود بيطلع لنا. المفروض احنا يطلع لنا مرتب. بقالي اكتر من 40 سنه شغالين هنا. ما تاخدش مرتب؟ ابدا والله. انت امال البدل اللي انتوا لابسينها دي جايبينها ازاي؟ احنا جايبينها على حسابنا. انا بجيب يعني قماش مواصل بتتصرف، نجيب قماش ونروح نوديها عند اي حد يعملها على حسابك. فانت شغال بالدبس اللي بتاخده من المسافر؟ اللي هو بيدوه لنا، يعني بناخده، اللي بيدينا كتير قليل اللي عاوزينها بناخده. في ناس بتيجي تحن علينا بعد ساعات واحنا قاعدين، في ناس عارفه ان احنا ما بناخدش مرتب ولا اي حاجه. امال لو انت عييت حاج ولا عايز علاج ولا مستشفى ولا دكتور ولا اي حاجه؟ جيب انا علاج من بره وكل حاجه من بره. انت مالكش تامين طبي؟ لا ولا اي حاجه والله. وعندي بنات وعندي بيت عايز اتجهز، مش عارف حتى اجيب لها حاجه. امال لما تطلع معاش طيب ايه اللي هيحصل؟ اطلع معاش ما فيش حاجه بقى. اطلع هقعد في البيت لما اخلص والله. ما فيش هتيجي بقى على معاش اللي هو بتاع السجاد ده، اللي هو 300 جنيه ده ولا 300 مش عارف كام. بس كده؟ بس. فانت شغال في السكه الحديد؟ اه. ومالكش اي مستحقات؟ لا. رغم انك متعين؟ متعين الجواب بتاع التعيين بتاعي زي الجواب التعيين بتاع المدير بالظبط. فيش وتشبيه ولمؤاخذه والبتاع ده، شهاده الجيش، شهاده الميلاد، كل حاجه واخدينها منه. بس يبقى كاتبين في الجواب بتاع التعيين بدون مستحقات. يعني بدون مرتب. انا عايز بس اعرف يا باشا، انت بتشتغل ايه هنا في السكه الحديد؟ شياب. وبتاخد كام مرتب في الشهر؟ ما باخدش ولا جنيه. امال انت متعين ازاي يعني؟ متعين ومعمول عليا تحريات امن دوله، ومعمول عليا كشف طبي. لو انا هشتغل سواق قطر مش هتجيبه معايا كده. امال مرتبك كام يعني؟ مرتبه ولا مليم، باخد من الزبون. اللي هو ايه، المسافر تاخد دبس يعني؟ المسافر مش دبس، باخد مشال منه. ساعات الزبون يعمل معايا مشكله يقول لي انت متوظف، وانا اقول له لا مش متوظف. اها. انا اقول له احنا على الله يعني بناخد حسنتنا منك انت. طب انت لو عييت ولا عايز دكتور ولا حاجه؟ زميلنا كالو قطر ما ادوناش جنيه واحد. كالو قطر واحنا كنا بنلطم على الرصيف، لان ممكن يجينا يوم احنا تانيين يكون قطر زيه. لان احنا متعرضين لكده. معدي حاجه الزبون. معدي حاجه الزبون من على الرصيف ولا حاجه، قطر معديه كلنا احنا التانيين. فبنجذب عمرنا علشان ناكل عيالنا. طب لما تطلع معاش تاخد كام؟ ولا مليم. انت بتشتغل ايه هنا؟ شغال شغال في السكه الحديد. طب بتاخد مرتب كام في الشهر؟ ولا جنيه. امال شغال ازاي يعني؟ شغال باخد اوبريتي من السبون. شلت لي حضرتك شنطتين هتركب القطر، باخد منك 5 جنيه عشان تدول. ادي اب. ولو الزبون ما رضيش يديك؟ عادي. اعمل له ايه؟ اتخانق معاه اضربه؟ طب انت ليك تامين طبي؟ ولا اي حاجه. تامين اجتماعي؟ ولا اي تامين. لو عييت هتعمل ايه؟ بقعد في البيت. اعمل ايه؟ ولا باخد جنيه من محطه ولا من السكه الحديد ولا من الشيال ولا من زمان. يعني مستشفى السكه الحديد اللي في الاسبكيه دي ما تتعالجش فيها؟ مش تعامل معاها. تمام. قعدنا 3 شهور المحطه قافله، كل واحد عنده حاجه في بيته بيتصرف فيها عشان ياكل. 3 اشهر المحطه وقفت. عملنا شكاوي انا عامل شكوى باسم انا. الرئيس ووزير النقل عملنا شكاوي الدنيا عشان الرئيس ينظر فينا. قال لك البلد لسه ما فيهاش حكومه ولسه. اهو الرئيس مسك والدنيا. انا عايز كلمه بما يرضي الله، كلمه بما يرضي. انت مرتبك صفر؟ مفيش ولا جنيه. اسال اي حد ماشي في المحطه عارف ان الشيالين دي ما بتاخدش جنيه. الف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا.